حزب الحركة الوطنية المصرية بنعلن فيه تأييدنا للسيادة المشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة. التأييد ده نابع عن قناعة ونابع عن رؤية منطقية. احنا هو متقدم لمنصب رئيس الجمهورية، منصب رفيع لازم يبقى له سجل سابق من النجاح، ولازم يبقى عنده رؤية لشكل البلد. المشير حمى مصر من حرب أهلية واستجاب لمطالب الشعب وأقصى الجهد، واستكمل ثورة 25 يناير بثورة 30/6. سيادة المشير له رؤية واضحة لشكل مصر في المستقبل وله القدرة على تنفيذها، واحنا كلنا واقفين بجانبه لمصلحة مصر ولمصلحة الشعب المصري وللحفاظ على الأمن القومي المصري. داعين قيادات الأحزاب السياسية بنشارك في العمل السياسي مع في دعم المشير عبد الفتاح السيسي كأحد الفصائل السياسية في مصر الموجودة والمنتشرة على الأرض المصرية في ربوع مصر كلها وقراها ونجوعها. كحزب الحركة الوطنية المصرية بندي رسالة لأمانتنا كلها في مصر كلها أنه تنزل تشارك وتدعم بمؤتمرات، بتدعم بندوات، بتدعم بالدعم اللوجستي على أرض الواقع، بتسكين في اللجان، بتدعم أنه ينفذوا الالتزام الحزبي أو ينفذوا اللي هو خارطة الطريق اللي احنا بنستخدمها تكملها ان شاء الله بالانتخابات اللي بعد الانتخابات الرئاسيه وبعد كده البرلمانيه، ونبقى حققنا اهداف ثوره 30 يونيو وكملنا خارطه الطريق ان شاء الله. الفعاليه احنا النهارده بصدد مسانده المرشح الرئاسه الفريق عبد الفتاح السيسي، وده وعد خده حزب الحركه الوطنيه المصريه على نفسه من بدايه الترشيحات. زي ما قال الفريق شفيق، احنا مع الفريق السيسي في حاله ترشح، فاحنا ما زلنا ان شاء الله النهارده بننفذ وعدنا وبنعمل حمله كبيره ان شاء الله جدا لمسانده مرشح الرئاسه عبد الفتاح السيسي ان شاء الله. طبعا كان فريق شفيق وعد وما خلفش وعده، وحزب زي ما قال الفريق شفيق حزب افعال وليس اقوال، وسيادة الفريق شفيق قال في حال الترشح المشير عبد الفتاح السيسي انا اول اللي هكون داعمي له، وبالفعل الفريق شفيق نفذ وعده للمشير عبد الفتاح السيسي، لانه شاف انه عبد الفتاح السيسي الشخص اللي هو يقدر يحمي البلد الفتره الجايه او يقوم بها بجميع معوقاتها للامام. فيعني باذن الله باذن الله باذن الله كلنا باذن الله هندعم المشير عبد الفتاح السيسي. الالويه من المحافظات الداعمه دائما وابدا لاي شخصيه عسكريه. ده حاجة. الحاجة الثانية بالنسبة للمشير عبد الفتاح السيسي، هو موجود حاليا في قلب كل أليوبي وفي قلب كل رجل في محافظة الأليوبية، والجميع مستنين اللحظة الفارقة هي لحظة الانتخابات للتعبير عن ما في صدورهم وما في داخلهم ناحية المشير عبد الفتاح السيسي. انضمينا لحزب الحركة الوطنية المصرية وكنا فيه لحد ما كنا خلاص، يعني لقينا بلدنا في حالة من التخبط في عهد الإخوان، لدرجة فوجئنا لقينا في خطر جاي على الشعب وعلى الوطن وعلى الأرض وعلى كل حاجة في مصر. مصر كانت هتضيع وتضيع العالم العربي كله.